استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الصخير هذا اليوم سعادة وزير الخارجية الإيرانية الدكتور عباس عراقجي والوفد المرافق له. وجرى خلال اللقاء بحث أمور التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للتهدئة وخفض التصعيد للوصول إلى حلول سلمية. حضر اللقاء سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب ومعالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية.